كسبنا الحمد لله نادي انبي لحد دلوقتي 2-0، نادي محترم وربنا يكملها على خير ان شاء الله نكسب 3-0، يبقى احنا كسبانين المباريات كلها 3-0 وننهي الدوره المجمعه الاولى ان شاء الله بشكل كويس، والاستعدادات القادمه ان شاء الله بنستعد للدوره المجمعه الثانيه ان شاء الله. ده بالنسبه للنادي الاهلي، وبالنسبه لمنتخب مصر ان شاء الله عندنا بطولة أفريقيا إن شاء الله في الكاميرون في بداية شهر 6. بطولة كويسة جدا ومتنظمة حلو، وهي البطولة دي أجمد 8 فرق في السنة يعني بيلعبوها مرتين، دي أول مرة فيهم، وإحنا الحمد لله بنلعب أهو دلوقتي فاينل مع الأهلي ونتائجنا حلوة يعني، كسبنا كل ماتشاتنا وحتى الزمالك منافس قوي يعني كسبناه الحمد لله 3-2، وربنا يكرمنا أهو في الفاينل يا رب يعني. احنا النهارده الحمد لله كسبنا في الفاينل، ما يعتبرش فاينل قوي بس كان ماتش في الدوري ضد المعادي، الحمد لله كسبنا 3-0. الماتش اللي هو كان يعتبر فاينل كان امبارح مكرم اللعب الزمالك، الحمد لله كسبناهم وكسبت انا ماتش الحمد لله. احنا فعلا اول مره النادي الاسماعيلي يوصل يخش مع الثمانيه الكبار. احنا السنه اللي فاتت كنا بنلعب تصعيد، الاسماعيلي اصلا ما كانش موجود في الدوري الممتاز، والحمد لله صعدنا الدوري الممتاز السنه دي، كوننا فرقه كويسه طبعا، والحمد لله صعدنا مع الثمانيه الكبار السنه دي، خدنا خامس في المجمعه الاولى وان شاء الله عشمانين في المجمعه الثانيه نكون احسن من كده باذن الله. النهارده عندنا دوره المجمعه الاولى للدوري الممتاز الف، دي الدوره الاولى، عندنا دوره ثانيه هتبقى بعد حوالي اسبوع ان شاء الله، دي بتبقى فيها مباريات الدوري الممتاز الف رجال وسيدات. طبعا احنا زي ما تعودنا بنعملها كل سنه في اسماعيليه، وعايزه اقول لك حاجه كمان، ان انا على هامش البطوله كده عملت ايفنت حلو قوي والتكريم للمراه بمناسبه شهر المراه واليوم العالمي للمراه، كرمنا فيه بعض المحكمات والمدربات واللعيبه واولياء الامور كمان. طبعا هي قناصوص صرح كبير جدا وبيشتغل في كل المجالات الرياضيه والاقتصاديه والاجتماعيه، فطبعا تنظيم رائع لتنس الطاوله، وبدعو كل اتحادات مصر انها تيجي الصاله هنا بتاعتنا في الاسماعيليه، واي بطوله الاسماعيليه بينها وبين القاهره ساعه ونص، وفي عندنا فنادق كويسه جدا وملاعب مفتوحه كتيره.